والمزيد والتحليل والنقاش ينضم إلينا من عمان الأستاذ أحمد عزام، محلل أسواق المال العالمية. أهلا بك أستاذ أحمد. بداية، في ظل ما نتابعه في هذه المرحلة وهذه الأسهم الأمريكية التي شهدت ارتفاع منذ بداية عام 2024 وصلت يعتبر ل 15%، كيف ترى التراجعات التي شهدتها والتحديات التي ستواجهها في الفترة القادمة في ظل هذه الأحداث الجيوسياسية والاقتصادية المتقلبة؟ مساء الخير رشا، شكرا للاستضافة. نعم، بعض التقلبات الأخيرة في أسواق الأسهم الأمريكية، تراجعات في مطلع الأسبوع الماضي، قد شهدت تراجعات من مؤشر الناسداك على سبيل المثال عند مستويات 20,000، مؤشر الداو جونز عند مستويات 40,000. هي قد تكون تراجعات بعض الشيء لجني الأرباح من ناحية أخرى، قد أرجئها إلى أنها تراجعات تقنية عند المستويات النفسية. مستويات كما ذكرت داو جونز مستويات 40,000، ناسداك مستويات 20,000، قد تعتبر هي مستويات نفسية بالنسبة للتداولات. فبالتالي بعض التراجعات كانت قد تكون جراء عمليات جني أرباح، عمليات بيع لمحاولة إعادة التمركز من ناحية. بكل تأكيد الضغوطات الفترة الأخيرة كانت جراء تسعير الفوائد من الولايات المتحدة الأمريكية. منذ بداية العام كانت الأسواق تعتقد بأن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يصل إلى 5 مرات في عام 2024، وصولا إلى الاجتماع الأخير، الاجتماع الشهر الحالي، اجتماع جون. أقر الفدرال الأمريكي وأوضح في مخطط النقطي لتصويت أعضاء الفدرال الأمريكي أن إمكانية تخفيض أسعار الفائدة قد يصل إلى مرة واحدة في عام 2024. بكل تأكيد حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق، الاضطرابات بالنسبة للأسواق، عدم معرفة التوجهات الفدرالي الأمريكي بطريقة تخفيض أسعار الفائدة، أعطى الأسواق بعض الاضطرابات من ناحية أخرى. بكل تأكيد ما أعطى المؤشرات الأمريكية في الفترة الماضية حتى منذ عام 2020 إلى الوقت الحالي والارتفاعات المستمرة هي طفرة الذكاء الاصطناعي. طفرة الذكاء الاصطناعي على ما أعتقد لو ما كانت متواجدة في الفترة الأخيرة كنا قد شهدنا تراجعات لأسواق الأسهم، لأن بكل تأكيد أسواق الأسهم وبالتحديد أسواق التكنولوجيا، أسهم التكنولوجيا حساسة جدا لأسعار الفوائد المرتفعة. الفدرال الأمريكي رفع أسعار الفوائد بشكل متتالي، لم يكن هناك انخفاضات لأسواق الأسهم جراء بكل تأكيد الطلب المرتفع جراء الذكاء الاصطناعي. فبكل تأكيد الذكاء الاصطناعي كان محط أنظار الجميع، كان أو أعطى القوة لأسواق الأسهم في الفترة الماضية. لذلك أرجئ الفترة الحالية هي حالة عدم اليقين بالنسبة للأسواق. يعني قوة الأسهم الأمريكية التي شهدتها منذ بداية العام تركزت في قطاعات التكنولوجيا التي شهدت زخم ويعني ارتفاعات قياسية، هل ترى أن هذا القطاع وما يتركز فيه من أرباح هو منطقي في ظل ما نشهده الآن وانعكاس ذلك على باقي القطاعات في الأسهم الأمريكية في الفترة القادمة؟ يمكن رشا، لو بدنا نعتبر الكلمة السر في الفترة الماضية هي كانت انفيديا. بكل تأكيد ارتفاعات انفيديا كقيمة سوقية في الفترة الماضية تخطت حتى في بعض الشركات، وصلت إلى الفترة الماضية لأكبر شركة قيمة سوقية. حتى لو قارناها مع أسواق الأسهم أصبحت انفيديا كشركة تساوي القيمة السوقية لجميع أسهم بريطانيا. فبكل تأكيد قيمة سوقية مرتفعة بشكل كبير. الذكاء الاصطناعي نعم الإنفاق متتالي، حتى بكل تأكيد عندما ننظر للإنفاق في الفترة الماضية 150 مليار دولار تم إنفاقها من الشركات الكبرى مثل شركة مايكروسوفت، ألفابت، حتى شركة ميتا، إنفاق 150 مليار على الذكاء الاصطناعي لشركة إنفيديا. فبالتالي لا يزال على ما أعتقد هناك إمكانية لتسجيل مزيد من التقدم بالنسبة للذكاء الاصطناعي وعلى رأس إنفيديا. نقطة أود أن أذكرها هنا رشا، بكل تأكيد عندما ننظر حتى للمستثمرين الأفراد، إنفيديا تم تقسيم السهم، كان سعر السهم قبل التقسيم ما يقارب الألف دولار، حاليا سعر السهم ما يقارب 125 دولار. فبالتالي عندما يكون سعر السهم منخفض يجذب المستثمرين الأفراد للدخول وشراءات السهم إنفيديا. فبالتالي على ما أعتقد لا يزال هناك إمكانية لارتفاعات أكثر في الفترة الماضية، وأرجئ الفترة الحالية هي فترة جني أرباح، قد نشهد ارتفاعات بشكل أكبر خاصة مع زيادة الإنفاق المالي. بكل تأكيد الذكاء الاصطناعي هي ثورة موجودة حاليا، ثورة معلوماتية بشكل كبير، وبكل تأكيد ضخ الأموال قد يكون في الفترة القادمة أكبر، بالتالي ربحيات الأسهم قد ترتفع بشكل أكبر في الفترة القادمة، مما قد يعطي دعم بشكل أكبر
لأسهم التكنولوجيا وبكل تأكيد الماجنيفيسنت 7 العظماء السبعة كما تم تسميتهم في الولايات المتحدة الأمريكية في الفترة الماضية. على ما أعتقد لا يزال هناك المجال الأكبر في الفترة القادمة لتسجيل المزيد من الارتفاعات. طيب سيد أحمد، كانت هناك مؤشرات سلبية في أمريكا وقطاعات أيضا تأثرت بشكل سلبي بسبب هذه المؤشرات، هذا ينعكس على أداء الأسهم في الفترات القادمة وخصوصا مع العوامل الاقتصادية وحركة تسعير يعني الفدرالي سيخفض أو لا يخفض، كل هذه العوامل كيف يتفاعل معها يعني الأسهم الأمريكية تتفاعل معها، وأيضا انعكاس ذلك على الأسواق العالمية الأخرى وليس السوق الأمريكي فقط؟ يمكن رشد من قصد بالأسواق العالمية في الفترة القادمة، يمكن ما يطفو على الأسطح هي فترة الانتخابات في عام 2024. نعم. يوم الأحد عندنا انتخابات الفرنسية، في الفترة القادمة انتخابات بريطانيا. الانتخابات الفرنسية مخيفة جدا بالنسبة للأسواق الفرنسية، خاصة مع مخاوف تولي الحزب اليمين المتطرف للولاية، ولاية الرئاسة الفرنسية، فبالتالي هناك ضغوط بيعية على مؤشر كاك 40، مؤشر الرئيسي بالنسبة لفرنسا. من ناحية فرنسا، من ناحية بريطانيا المخاوف من تولي حزب العمال، مخاوف بشكل أكبر حول الإنفاق في الفترات القادمة، مما قد يضغط على أسواق الأسهم البريطانية. أسواق الولايات المتحدة الأمريكية أميل كما ذكرت هنا رشا بأن إمكانية الاضطرابات أن تعطي بعض التداولات العرضية في الفترة القادمة بالنسبة لتداولات الأسهم الأمريكية. يمكن الأسهم الأمريكية هي الحصان الرابح في الفترة القادمة نظرا للتاريخ. دائما ما ننظر للتاريخ نقرأ الحاضر لمحاولة استنباط المستقبل. في آخر ما يقارب 28 سنة، ما يقارب 24 سنة، S&P 500 مؤشر الولايات المتحدة الأمريكية سجل ارتفاعات، 4 سنوات فقط سجل تداولات سلبية. فبالتالي التاريخ بجانب أسواق الأسهم. نعم الفدرالي الأمريكي وحالة عدم اليقين قد تعطي بعض المظاهر السلبية بالنسبة لأسواق الأسهم، لكن عندما نصل إلى مرحلة تخفيض أسعار الفائدة بكل تأكيد أسعار الفوائد المنخفضة تعطي المزيد من ربحية الأسهم، مزيد من الاستثمارات بشكل أكبر، مزيد من القروض للشركات للاستثمارات الأكبر، مما قد يعطي ربحية أكبر. فهنا قد نصل إلى مرحلة تخفيض أسعار الفوائد في عام 2024 قد يكون وارد ومتوقع بشكل كبير، سواء كان مرة أو مرتين في عام 2024، وحتى قد يكون هناك سلسلة من تخفيضات أسعار الفوائد في عام 2025 لمرتين أو 3 مرات متتالية بالنسبة للفدرالي الأمريكي، مما قد يعطي إمكانية تسجيل ارتفاعات لأسواق الأسهم على المدى الطويل هنا رشا، خاصة كما ذكرت فوائد منخفضة ربحية أكبر بالنسبة لأسواق الأسهم، مما قد يعطي دافع أكثر لتسجيل الارتفاعات. طيب أستاذ أحمد، نعلم أن المناظرة التي تمت بين بايدن وترامب، الأسهم دائما تتأثر بهذه الأجواء السياسية ودائما تحاول أن تعطي ردة فعل على هذه الفترة ثم تعاود حركتها الطبيعية. ما هي القطاعات التي قد تساند هذه التقلبات وهذه التراجعات التي قد تشهدها الأسهم الأمريكية بسبب الأحداث السياسية التي نتابعها؟ قطاعات بارزة تستطيع أن تسهم في إحداث توازن. يمكن هون التركيز الأكبر راح يكون على قطاع التكنولوجيا من ناحية وأسهم النمو من ناحية أخرى. أسهم التكنولوجيا خاصة في حال تولي دونالد ترامب، المعروف سياسته هي دعم اقتصادي، البحث عن أسواق العمل بشكل أكبر، دعم النمو الاقتصادي بشكل أكبر، مما قد يعطي ربحية أكبر بالنسبة لأسواق الأسهم. كنا قد شهدنا في فترة دونالد ترامب الماضية تسجيل ارتفاعات متتالية لأسواق الأسهم. على ما أذكر كان مؤشر داو جونز عند تولي دونالد ترامب في نفس اليوم ما يقارب 14,000، اليوم حاليا مؤشر داو جونز عند ما يقارب 40,000. ارتفاعات كانت متتالية لمؤشر داو جونز عند تولي دونالد ترامب ثم بعد نهاية ولايته. على ما أعتقد هنا في حالة المناظرة، في حالة معرفة توجهات الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم، قد يكون بؤرة النقاش أو بؤرة التحول بالنسبة لأسواق الأسهم هي حالة الإنفاق في الاقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية وحالة إيجاد خطة للديون الولايات المتحدة الأمريكية. عندما ننظر إلى الديون، 28 تريليون دولار المديونية في الولايات المتحدة الأمريكية، تعتبر مديونية مرتفعة جدا في الولايات المتحدة الأمريكية. محاولة إيجاد خطة، محاولة تقليص الإنفاق، محاولة إيجاد انسجام بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري للرئيس القادم بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. لذلك على ما أعتقد أسهم النمو، قطاع التكنولوجيا
قد يكونون المستفيدين من الفترة القادمة من حتى بعد المناظرة. على ما أعتقد المناظرة لم تكشف بشكل كبير هنا رشا توجهات رئيس الولايات المتحدة الأمريكية القادم. بكل تأكيد هي خطط قد تكون متواجدة، لكن بكل تأكيد التنفيذ هو قد يكون التأثير الأكبر على أسواق الأسهم.